على الزوجة جريمة تفوق جريمة الزنا، وأن الزنا ضرر أصغر بالقياس إلى ظلم الزوجة الذي هو ضرر أكبر، وهذا في الزواج لأول مرة ومع الزوجة الواحدة، فكيف بالزواج الثاني والثالث مع خوف الجو بل مع نية الجو وتعمده وقصد استضرار الزوجة الأولى؟ ولعل قائلا يقول: إذا وقع الضرر على الزوجة فمن حقها طلب الطلاق، فإن تعسف الزوج خالعته، فاترك الزوجة يتنقل بين من يهوى ويريد، واترك الزوجة إما أن ترضى وإما أن تخالف. وإجابة أن هذا القول يجمع على الزوجة ضررين: ضرر الهجر وضرر الاضطرار للتضحية بكل حقوقها كما هو حق الخلق. وفي الوقت نفسه يجمع للزوج منفعتين: تمكينه من تحصيل رغبته التي أمره الشرع بتهديدها، وأخذ حقوق الزوجة التي اضطرها الكون إلى التنازل عنها.